مع الحدث. أول نموذج لامرأة عمانية نشاركها لحظاتها واحتفاءاتها من محافظة مسندم، بالتحديد مع الأم عيدة بنت أحمد الشحية. صباح الخير الأم عيدة. السلام عليكم ورحمة الله. صباح النور والسرور يا راشد. السلام وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. الحمد لله بخير، جزاك الله خير. يا هلا ومرحبا فيك ولدي، شخبارك؟ الله يسلمك يا رب، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير يا رب، صحة وسلامة، الله يخليك يا رب. يعني اليوم يوم المرأة العمانية، هذا التتويج جاء للمرأة من جلالة السلطان، فإيش تقولي الأم عيدة اليوم لجلالة السلطان ولعمان؟ يا الله، أنا كاتبة صراحة كلمات كثيرة، ما أعرف نسمع هذه ولا أخلي. الحمد لله بخير ونعمة، منذ ظهور الإسلام المرأة مكرمة، لكن جعل الله الحق لها في المواريث والتعلم فقط، ولا قليل يعني، ولكن بعهد السلطان قابوس المفدى كل شيء تغير. أكرم المرأة التي كانت في الماضي محرومة من كل من أبسط حقوقها وهو التعليم، انطلقت المرأة في شتى أنواع التعليم الذي كان محصور بالبداية على القراءة والكتابة وتعلم الدين فقط. في عهد النهضة في بداية السبعين ظهر النور وتبدد الظلام. في عهد سيدي قابوس خرجت هذه المرأة الطفلة التي حلمت سنوات طويلة بأن تحقق أحلاما كثيرة لتحقق العز والفخر لبلدها عمان. نعم، أنا ابنة عمان التي سأظل أفتخر بأني عمانية، ودائما ولن أنسى تلك الأيام الخوالي التي ظل عمل المرأة محصور في البيت كزوجة وأم فقط. بعهدك يا قابوس خرجت المرأة وأصبحت تنافس الرجل في العمل، طبيبة، معلمة، مهندسة، صيدلانية، محامية، صحفية، رائدة أعمال، بالإضافة إلى أنها أم تربي أجيالا لهذا الوطن المعطاء، حتى وصلت سفيرة ووزيرة وتعمل بشتى أنواع الأعمال التي ترفع من شأن بلادها، حتى أصبحت عمان اسم يلمع بعز ورفعة على الأوطان. في 17 أكتوبر عام 2010 بدأ عرسنا الجميل عندما أعلن لنا جلالته بيوم المرأة، ونحن فخورون بأنفسنا بهذا التكريم منه. جزاك الله خيرا سيدي، ورفع شأنك وألبسك ثوب العافية والعمر المديد، ودمت لنا أبا وقائدا ومعلما، تعلمنا عيادك الصبر والطموح، فلك الشكر والتقدير سيدي. ولكم أيها المذيع المتألق السعدي بالتوفيق دائما. اللهم أمين يا رب. لإذاعة سلطنة عمان بأن أتاحت لي الفرصة بهذه المشاركة. الله يسلمك، نحن سعيدين. التكريم هذا العظيم للمرأة أكثر يعني بشكل فظيع لا يتصوره الإنسان في أي بقاع الأرض. أمر جلالته قابوس الله يحفظه بمحو الأمية من جميع نساء عمان. ترى مراكز محو الأمية تعليم الكبار منتشرا ليس بالمدارس فقط، وإنما بمراكز قريبة من بيوت النساء حتى لا يتعذرون بالبعد. كيف نشكرك يا والدنا، والشكر أيضا للأوقاف والشؤون الدينية، حيث من ذاك التاريخ بيوم المرأة أصبحت المرشدات الدينيات يقمن المحاضرات والندوات في تجمعات النساء في البيوت والمصليات التابعة للمساجد ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم، والتنافس الشريف بين النساء أصبح كبيرا ولله الحمد. الحمد لله. فخورة أنا بالمرأة، فخورة جدا لأني أصبحت أكثر تعلما وثقافة ودينا وحفظا وتلاوة لكتاب الله. الله عليك، الله عليك على هذه الكلمات. أيضا قيمة المدارس وجمعيات المرأة العمانية كل تكرما للمرأة، فلك الحمد والشكر يا الله، ولك الشكر الجزيل يا جلالة السلطان، ولكم أنتم أيضا بما أتحتم لنا هذه الفرصة لنعبر بما يجول في خاطرنا من كلمات بسيطة. وبعد أريد أقول لك شيء الأم عيدة، ترى حتى نعم. حتى بناتك فخورات بك، يعني بناتك اللي أنا أيضا فخورة فيهم، كل بنات عمان كم يسوى لما يعني في المدارس، في المستشفيات، في الجمعيات، في أي مكان تخرج ترى ابنة عمان ناجحة في كل مكان في كل مجالات. الحمد لله. الحمد لله. يوم من الأيام يعني كنت تتوقع أن بناتك يصلنا إلى هذه المراحل المتقدمة والمناصب المرموقة، اللي تشتغل دكتورة واللي تشتغل في منصب إداري مرموق واللي تدرس خارج عمان، كنت تتوقع يوم من الأيام يتحقق للمرأة العمانية ولبناتك كل هذه النجاحات؟ الحمد لله، هذه النجاحات تمت بفضل الله وفضل بلادنا التي يعني احتوتهم ووصلتهم إلى هذه المراكز. الحمد لله، ابنتي الآن في مستشفى السلطان قابوس أخصائية مخ وأعصاب أطفال، شيء عظيم يعني بالنسبة لي. وابنتي الثانية اللي يعني صيدلانية، واحدة محامية، الحمد لله عندي 8 بنات لله الحمد. يعني أنا فخورة بالمرأة
بكثر البنات اللي معي، بنات عمان اعتبرهم كلهم بناتي. الله يخليك. الله يحفظهم لك يا رب. ان شاء الله نحن نطلب منك انك توجهي تحيه لكل النساء الأمهات في محافظة مسندم، شكرا لهن وشكرا لكل نساء عمان. شكرا لك على هذه الدقائق، سعدنا جدا بوجودك معنا. وأنا أسعد يا راشد. الله يسلمك. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء صراحة، وأهني العمانيات جميعا بهذا التفوق اللي تفوقنا فيه. بلادنا عند يلمع اسمها بالخارج بفضل الله وفضل التعليم اللي لقيناه في بلادنا والتكريم الذي كرمنا به جلالة السلطان. الله يسلمك يا رب. شكرا جزيلا لك. مع السلامة يا رب. شكرا يا أمي، جزاك الله خير. شكرا للأم عيدة بنت أحمد الشحية من محافظة مسندم التي شاركت نساء عمان جميعا هذه المشاعر والاحتفاء بيوم المرأة العمانية. فشكرا للمرأة العمانية أينما كانت، المرأة العمانية الأم لك منا أجل التحايا وأقدرها، وفي يوم المرأة العمانية حق للمرأة أن تفتخر بكل شيء.